كما تعرف الجميع يعني اي واحد ما راضيش على فريق الوداد البيضاوي مؤخرا وكما تعرف الجميع يعني اي واحد ما راضيش على فريق الوداد البيضاوي مؤخرا بحكم فريق الوداد شرفني يلعب على الادوار طلائعيه شفناها في السنين الاخيره ديما في البوديوم بعد تغيير ديال عده مدربين هو اثر على المنظومه ديال فريق الوداد البيضاوي احترامات اللاعبين اللي كاينين دابا حاليا فريق الوداد محتاج العناصر بحال في الهجوم سيرتو في الهجوم ما عندناش شي اتاكو اللي تيلعب يعني في يعني قادر باش يهز فريق الوداد البيضاوي جمهور فريق الوداد البيضاوي صبر عليه حكم التجربه ديالو كما قال زيد على ذلك انتدابات اللي يقوم فيها فريق الوداد البيضاوي وتنتمنى يكون فيها الخير على فريق الوداد البيضاوي مؤخرا بطبيعة الحال كما تعرف جميع فماشي دابا بحكم التجربه ديالو يعني كما تنقولوا خوزي البنزرتي شفناه مؤخرا تعاقد مع فرق وفي الاخر ما تيبقاش مكمل معاهم فهادشي ماشي على كما تنقولوا على حسب المستوى اللي تيقدموا بالعكس هو مدرب ديال الالقاب عز عليه دي الالقاب خاصو يكون عنده منظومه كما تكون قويه خاصو يكون عنده لاعبين في المساواة حتى تنتمنى من الجمهور باش يعرفوا ان المدرب على التجربه ديالو عطيه لاعبين في المساواة وديك الساعه حاسبه ماشي مدرب يمشي يدخل ما بقاش مساواة عده لاعبين ما يستحقوش نقولها بحال هكا ما احتراماتي ليهم اي واحد لا يسال عليه ولكن بحجم فريق الوداد البيضاوي خاصو يكونوا لعابه اللي في المستوى اللي يقدروا يعاونوا الفريق بطبيعه الحال شفنا مؤخرا احنا ماشي نلوحوا كل شيء على عادي الرمزي فعادي الرمزي في الصراحه فين كان مع فريق الوداد البيضاوي سير بعد كاس العرب يعني في السوبر ليغ بين على مساواة يعني كنا تنقول الوداد فاقط ولا واحد انسجام ما بين عشرين وضوحة باش شفنا الوداد ماشي هو ذاك الفريق اللي تعودنا سيرتو في السوبر ليغ يلعب ضد فرق اللي في المستوى باش تنقولوا كانوا قويين من غير فريق ماميلودي سان داونز يعني الانيمبا كان فريق عادي متواضع على الترجي ماشي في هذاك الترجي انت تعرف يعني كما قلت لك تمنوا ان فريق الوداد يرجع للسكه ديالو يعني عاود سيرتو السنين الاخيره عودنا هيك في البوديوم ما يمكنش دابا تجي تهضر على فريق الوداد وما تلقاش لاعب في الادوار الطلائعيه نتمنى فيها الخير على اللعابه بعد انتدابات اللي خاصهم يكونوا ونتمنى لهم الخير ان شاء الله فريق الوداد تيبقى فريق كبير يعني ما لا نقول لك شي حاجه في الحق ديالو سيرتو انا دوزت معاه يعني فريق تيبقى كبير من احسن الفرق المغربيه لا ولا فريق الرجاء البيضاوي ولا الجيش كاع الفرق ولكن كما قلت لك الوداد عودنا على البوديوم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.